تتحدث الكثير من الأطراف الشيعية المختلفة عن أبعاد مناقشات تعديل قانون الانتخابات والموقف من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، حيث أن الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة ليس مستعجلاً على إجراء الانتخابات المحلية على الأقل، فالتوقيتات الزمنية المعلنة من الحكومة حول الانتخابات ليست ثابتة وقد تتغير، وكلما طال الوقت زادت سيطرة الإطار. الإطار لا يترك للصدر المنعزل منذ صيف الماضي في حنانة النجف فرصة قلب الشارع ضده بحجة رفض تعديلات قانون الانتخابات، وذلك عبر سعيه لإرسال هادي العامري لإقناعه بالجلوس إلى طاولة مفاوضات قانون الانتخابات. الإطار يخشى عودة الصدريين الذين تعرضوا إلى هزات سياسية عنيفة العام الماضي إلى الاحتجاجات مرة أخرى، ويعمل على هذه المرة للتخلص من القوى الصغيرة والتشرينيين، وهو اسم يطلق على تيارات ارتبطت باحتجاجات 2019 في الانتخابات المقبلة عبر إلغاء الدوائر المتعددة. وحتى الآن يتجنب الإطار الحديث عن موعد لانتخابات تشريعية، رغم أن الحكومة وعدت بانتخابات مبكرة خلال عام من تسلمها السلطة، لكنه أشيع بعد ذلك أنه تم التراجع عن ذلك الوعد، ويتم التركيز الآن على الانتخابات المحلية باعتبارها اختباراً لنتائج انتخابات البرلمان. لذا تجري عمليات تغيير متأنية بالمحافظات في المناصب المهمة لحصد الأصوات مستقبلاً، وأمام التيار الصدري فرصة لأن يحصد أصواتاً في الانتخابات المحلية، وإلا ستكون خسارته كبيرة في البرلمان القادم.